السلام عليكم، معكم السيد الرئيس محمد الغاوي. يعني هذا النهار لقاء درناه تحسيسي على الامراض اللي كتكون يعني كتضر بالمواطنين، ويعني وحنا كنشكروا السيد الطبيب السي رشيد بازا اللي لقانا هذا اللقاء وعطانا شي معلومات يعني جاده على هذا المرض القلاعي اللي كتقيس في البقر والحيوانات اللي حساسه. ويعني وكنشكروه بزاف على هذا اللقاء اللي درنا وعطانا يعني معلومات جد معلومات كافيه بان كل شيء يطمئن المواطنين بان هذا المرض ما كيقيش يعني الانسان، كيقيس الابقار اللي كتكون مريضه، وكنطمئنوا المواطنين على كل شيء، راه كل شيء على ما يرام. وشكرا.